بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقاتنا المتواصلة بهذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نتواصل مع انطلاقة الشوط الثامن لفئة الثنايا القعدان، ينطلق من مسافة 8 كيلومترات. الرحلة الطويلة بهذا المسار وبهذا التحدي، هناك سيارة رصدت لصاحب المركز الأول. نتابع التحديات الأولى ومقدمة الشوط هنا للجنوبي لجابر بن عبد مسعيد بن رشدان المري مع المقدمة، ينطلق مع البداية ومع تحديات هذا الشوط. بينما نتابع المركز الثاني هنا الغادم بتحديات هذا الشوط وبهذا المسار الجميل، نتابع صغان أحمد بن سعيد بن سالم بن سيف السبوسي أيضا يتواجد مباشرة إلى المركز الثاني، المركز الثالث. نتابع هذه الشعارات المشاركة ونتابع هذه التحديات المتميزة بين الأخوة الملاك والمضمرين الذي شاركوا بهذا المهرجان الكبير والحفل المتميز. نتابع المركز الثالث هنا الانطلاق والتحدي بمسار هذا الشوط، هنا المشاركة مع تواجد مياس جمعة بن سالم بن علي بن سلطان بن هلال السبوسي أيضا يتواجد ويشارك على المركز الثالث. المركز الرابع هنا التدخل بهذه اللحظات من عمق الميدان من يتواجد إلى المركز الرابع، بدأ يتسلل بدوره إلى المركز الثالث. قناد سلطان بن أحمد بن عبيد بن سعيد الفلاسي أيضا يتواصل بهذا المسار، بدأ يتسلل إلى المركز الثاني، المركز الرابع. نتابع القدوم أو المركز الخامس، نتابع الانطلاقة مع نشوان خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة يتواجد ويتقدم إلى دائرة المنافسة والتحدي مع تقدم نشوان على المركز الخامس. هذه نتيجتنا بأول نداء مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام، كاملة مكملة للخمس الشعارات المتألقة والمتميزة بصدارة هذا الشوط بانطلاق وتحدي أشواط الأصالة وأشواط التراث. نتابع البداية ونعود مباشرة مع مقدمة الشوط الجنوبي، هناك مع التحدي يسيطر على زمام الأمور بتواجد جابر بن عبد بن سعيد بن رشدان المري، يتقدم إلى صدارة الشوط ويحافظ على أول المراكز، ما زال يسيطر وينطلق مع البداية ومع تحديات هذا الشوط. نتابع القدوم المركز الثاني، هنا من بدأ يتسلل بدوره إلى المركز الثاني مباشرة، قناد لسلطان بن أحمد بن عبيد بن سعيد الفلاسي يتواجد بهذا التحدي وبهذا المسار، ينطلق مباشرة إلى دائرة النداء والنزاع. المركز الثالث هنا الانطلاق مع مياس لجمعة بن سالم بن علي بن سلطان بن هلال السبوسي أيضا يتقدم إلى المنافسة، تحدي بشعاره المتميز دائما وابدا بهذه السباقات وبهذه المهرجانات الكبيرة. نتابع المركز الرابع، هنا التقدم مع صغان أحمد بن سعيد بن سالم السبوسي أيضا ينطلق ويشارك بهذا التحدي على المركز الرابع. المركز الخامس مباشرة هنا أول نداء لمشغل أحمد بن ناصر بن أوني الهاشمي أيضا يتواجد مع مشغل، من يريد أن يشغل جماهيري هذا التراث وأن يشغل الجميع وأن يخطف ناموسي هذا الشوط. هذه نتيجتنا للمرة الثانية، أتممتها على مسامعكم بالوفاء والتمام مع الخمس الأسماء اللامعة والخمس الأسماء المسيطرة بهذا التحدي وبهذا المسار الجميل. نتابع التحدي ونتابع هذه الشعارات الآتية من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة بمهرجان سيف أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه.
نتابع التحدي ونتابع المنافسة المشرفة بين شعارات العمالقة والكبار. نتواصل مع المقدمة مباشرة. ما زال يتواجد الجنوبي لجابر بن عبد بن سعيد بن رشدان المري، ما زال يحافظ وما زال يسيطر على مقدمة الشوط. ينطلق مع البداية ويتواصل مع مسيرة التحدي والناموس مع انطلاقة الجنوبي على مقدمة الشوط، بينما نتابع المركز الثاني. هنا القدوم والوصول بهذه اللحظات، اقناد ايضا يتقدم الى دائرة المنافسة والتحدي بتواجد سلطان بن احمد بن عبيد الفلاسي، ايضا يشارك بهذا المسار ويشارك بتحديات. اقناد على المركز الثاني، المركز الثالث وصل مشغل بهذه اللحظات ويريد ان يشغل المشاركين بهذا التحدي وبهذا المسار الجميل. هنا التحدي مع تواجد مشغل لأحمد بن ناصر بن أني الهاشمي، أيضا يتقدم إلى دائرة المنافسة وإلى دائرة النزاع والصراع من أجل الناموس ومن أجل السيارة. أم المركز الرابع، هنا مشاركة وانطلاقة نشوان خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة يتواجد ويقدم لنا نشوان على المركز الرابع مع الأربع المراكز المتحدية من أجل الناموس والمتحدية من أجل السيارة. نتابع المركز الخامس، هنا التحدي وهنا المنافسة بمسار وتحديات هذا الشوط. مشاركة صغان أحمد بن سعيد بن سالم بن سيف بن مر السبوسي أيضا يتواجد ويتقدم إلى دائرة النداء مع تواجد صغان مباشرة إلى المركز الخامس مع هذه الخمس المراكز الأولى المسيطرة على دائرة النداء والمتنافسة من أجل تحقيق الإنجاز مع هذه الشعارات المتميزة واللامعة والمشاركة من أجل ناموس بأرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. نتابع التحدي والمنافسة مع شعارات العمالقة المتواصلين بهذا المسار وبهذا التحدي الجميل. هناك سيارة يا مشاركين ويا مضمرين تنتظر عند خط النهاية، ولكن نعود مباشرة مع مقدمة الشوط ومع التحدي. هناك ما زال الجنوبي يسيطر مع مقدمة الشوط لجابر بن عبد بن سعيد بن رشدان المري، يتقدم إلى دائرة المنافسة والتحدي مع انطلاقة الجنوبي على صدارة الشوط. ما زال يحافظ منذ انطلاقة البداية، فهو القائد لزمام الأمور، فهو القائد لانطلاقة وتحديات هذا الشوط. ما زال يسيطر بشعاره العنابي المتميز مع مقدمة الشوط، بينما القدوم والوصول مباشرة إلى تحديات هذا الشوط. هنا المشاركة مع تحديات أهالي الإمارات العربية المتحدة بتواجد وانطلاقة جناد سلطان بن أحمد بن عبيد بن سعيد الفلاسي، أيضا يشارك بهذا التحدي وهذا الانطلاق الجميل. المركز الثالث، نتابع مشغل وصل على المركز الثالث مباشرة، وصل إلى موقع التحدي والمنافسة بالشعار أحمد بن ناصر بن أني الهاشمي. ها هو يتواجد مباشرة وبدأ يتسلل بدوره إلى المركز الثاني، يريد أن يخطف ناموس هذا الشوط، يريد أن يشغل الجماهير، يريد أن يشغل المشاركين بهذا الشوط. ولكن هنا من وصل مع أول نداء، أول مشاركة والتحدي مع مرزام الذي وصل مباشرة إلى المركز الثاني، أحمد بن راشد بن غالب المنصوري تحرك نحو الإنجاز وتحرك نحو الانتصار مع قدوم وتواجد مرزام بأول نداء مباشرة إلى دائرة المنافسة والتحدي. مرزام يتقدم إلى المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنا نتابع مشغل بتواجد وانطلاق وتحدي أحمد بن ناصر بن أني الهاشمي، أيضا يشارك في هذا المسار والتحدي الجميل. المركز الرابع، هنا انطلاق وتواجد إقناد، أيضا يشارك بشعار السلطان بن أحمد بن عبيد بن سعيد الفلاسي على المركز الرابع. المركز الخامس، نتابع الانطلاق والتحدي مع ملفت، أول نداء لملفت وصل مباشرة إلى دائرة النداء مع سلطان بن علي بالخصم الاكتبي مباشرة، يصل إلى المركز الخامس. ولكن من غير واحتل المركز الخامس بهذا المسار الجنتلمان محفوظ بن خميس بن علي القيلاني، وصل مباشرة إلى تحديات دائرة المنافسة ودائرة النزاع والصراع من أجل الإنجاز. وصل مع تقدم وانطلاق الجنتلمان. ها هي الخمس المراكز الأولى، ها هي الخمس الأسماء اللامعة المسيطرة على التحدي وعلى الانطلاق الجميل، تتنافس من أجل الانتصار ومن أجل الناموس ومن أجل السيارة. السويك للمع، وهنا المشاركة مع تحديات الجنوبي. ما
زال قائدا لزمام الأمور، ما زال ينطلق مع البداية، وما زال يواصل مسيرة التحدي مع انطلاقة جابر بن عبيد بن سعيد بن رشدان المري، يواصل مسيرة التحدي ويواصل مسيرة الناموس بانطلاقة الجنوبي، ما زال يحافظ على عرش المقدمة وعرش صدارتي هذا الشوط بانطلاقته الموفقة على مقدمة الشوط. ولكن مرزام يتحرك نحو الإنجاز، أحمد بن راشد بن غالب المنصوري منافسة ثنائية تراثية على مقدمة الشوط بقيادة الجنوبي، وبتواصل مرزام على المركز الثاني. ولكن نتابع القدوم مع المركز الثالث، هناك مشغل مع أحمد بن ناصر بن أوني الهاشمي، ولكن التحرك مع جنتلمان محفوظ بن خميس بن علي الغيلاني مع المركز الرابع. وخامسا هنا أول نداء الباز وصل، تركي بن سعيد بن تركي آلف حيح المري مع المركز الخامس. هذه منافسة واللحظات الأخيرة، وصلنا إلى الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. مرزام بدأ يتسلل، بدأ يعبر لوحة الكيلومتر الأخير مع انطلاقته مباشرة إلى مقدمة الشوط. أحمد بن راشد بن غالب المنصوري هو من يتألق ويتميز بانطلاقة مرزام على مقدمة الشوط. الجنوبي ما زال يتواجد بدائرة النزاع والصراع من أجل اللقب، من أجل الناموس، من أجل التحدي والانطلاقة مع تواجد جابر بن عبيد بن سعيد بن رشدان المري مع المركز الثاني. الباز يتحرك، الباز تركي بن سعيد بن تركي آل بحيح المري يتحرك مع اللحظات الأخيرة. ولكن هنا من غير مباشرة إلى المركز الثالث، شاهين لمحمد بن سعيد بن محسن بن حمد الفلاحي. ولكن نعود مع مرزام اللحظات الأخيرة بدأ ينفرد، بدأ ينطلق، بدأ يحقق الإنجاز. السيارة تقترب من مرزام، ومرزام يقترب من السيارة. السيارة الثالثة يسجلها برصيد مرزام، ها هو يتألق ويتميز. أحمد بن راشد بن غالب المنصوري، سلام وتحية واحترام إلى أهالي الوثمة، عاصمة الميادين تستقبل التهاني والتبريكات بفوزي مرزام الوثمة. والسلام للوثمة، سلام وتحية واحترام على فوز مرزام. أحمد بن راشد بن غالب المنصوري هو من حقق ناموس هذا الشوط وانتزع السيارة، تهانينا وألف مبروك على فوز مرزام وتحقيقه للإنجاز. لنتهانينا لأحمد بن راشد بن غالب المنصوري المركز الثاني. وصل شاهين محمد بن سعيد بن محسن بن حمد الفلاحي المركز الثالث الباز، لتركي بن سعيد بن تركي البحيح المري المركز الرابع، الجنوبي للسيد جابر بن عبيد بن سعيد بن رشدان المري المركز الخامس. وصل شاهين أو جنتلمان لمحفوظ بن خميس بن علي الغيلاني. مشاهدي الكرام، توقيت 12 دقيقة 49 ثانية جزءا واحدا من ثاني لصاحب الناموس لمرزام أحمد بن راشد بن غالب المنصوري المركز الثاني. وصل شاهين مع المركز الثاني وغطى مسافة 8 كيلومترات بزمن مقدر 12 دقيقة 54 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية الباز. أما مرزام نتركها لجهة الخط والتحكيم. تهانينا للسيد محسن بن سعيد بن محسن محمد بن سعيد بن محسن بن حمد الفلاحي، وأيضا لتركي بن سعيد بن تركي البحيح المري على فوزه في المركز الثاني والثالث. تهانينا للجميع.